أهلا بكم. كيف تناولت وسائل الإعلام الدولية التظاهرات في العراق؟ وما دلالات فقد العراق مقعده في مجلس حقوق الإنسان؟ وما تداعيات التدخل الإيراني في قمع التظاهرات العراقية ضد منظومة العملية السياسية؟ لماذا يقتل المئات من المتظاهرين ويصاب أكثر من 9000 منهم بجروح مع أنهم خرجوا مطالبين بحقوقهم في الحياة، رافعين أعلام العراق وحاملين في صدورهم عزتهم وكرامتهم ضد الذل والفساد واللصوصية التي نادوا بإسقاط منظومتها؟ هل تنطبق مقولة من أمن العقاب قتل المتظاهرين السلميين؟ هيئة علماء المسلمين في العراق قالت إن خسارة العراق مقعده في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جاءت بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فيه، لا سيما التي ظهرت أمام الرأي العام بشكل فاضح وكبير في أحداث التظاهرات الأخيرة، وأن نتيجة انتخابات المجلس الأممي لحقوق الإنسان تعد دليلاً على مصداقية ما وثقته المنظمات والمراكز الحقوقية المحلية والدولية من انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق. أيضاً كشفت وكالة رويترز في تقرير لها أن قناصة تابعين لميليشيات المدعومة من إيران اعتلوا الأسلحة وأطلقوا الرصاصة الحية على المتظاهرين في العراق، ما تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف بجروح. وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين عراقيين قولهم إن هؤلاء المسلحين كانوا تحت إمرة القيادي في ميليشيا الحشد أبو زينب اللامي، الذي كلف بمهمة سحق التظاهرات من قبل مجموعة قادة آخرين. كان أيضا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد عبر عن قلقه من جراء تزايد الانتهاكات والتهديدات التي تستهدف صحفيين ومدونين عراقيين على خلفية تغطيتهم الانتفاضة الشعبية. وكشف مرصد الحريات الصحفية في العراق أيضا عن حملة ملاحقات طالت عددا كبيرا من الصحفيين والناشطين على خلفية الانتفاضة التي يشهدها العراق، بينما أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق بيانا حول آلاف المختطفين والمغيبين قسريا من المواطنين العراقيين على أثر التقزيم، يرى مراقبون أنه يثبت مدى تغول الميليشيات وسيطرتها على العراق. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام صور القمع الحكومي والقتل العمد للمتظاهرين السلميين وجرائم التغييب القسري وتبعاتها القانونية ومجريات تعاطي الإعلام الدولي معها وتطوراتها الآخذة في الاتساع. نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. من أمن العقاب قتل المتظاهرين السلميين في العراق. هكذا يبدو المشهد لصورة المتظاهرين وهم يتلقون الرصاص بصدورهم، مشهد يصف فجيعة من خرج رافضا للفساد ومطالبا بالحرية، ومن وجه البندقية صوب تلك المطالب بقسوة قل نظيرها. تلك الطريقة في تعامل الحكومة مع المتظاهرين التي قتلت المئات منهم وخلفت آلاف الجرحى وغيبت الآلاف في السجون باعتراف رئيس الحكومة عادل عبد المهدي باستخدام القوات الأمنية أساليب تعسفية خلال قمع التظاهرات الأخيرة، كل ذلك جعل العراق يخسر مقعده في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. هيئة علماء المسلمين في العراق قالت إن خسارة العراق مقعده في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جاءت بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فيه، لا سيما التي ظهرت أمام الرأي العام بشكل فاضح وكبير في أحداث التظاهرات الأخيرة، وأن نتيجة انتخابات المجلس الأممي لحقوق الإنسان تعد دليلاً على مصداقية ما وثقته المنظمات والمراكز الحقوقية المحلية والدولية من انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق. وكالة رويترز كشفت في تقرير لها أن قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران اعتلوا الأسطح وأطلقوا النار على المتظاهرين في العراق، ما تسبب بمقتل المئات وإصابة نحو 6000 آخرين. وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين عراقيين قولهم إن هؤلاء المسلحين كانوا تحت إمرة القيادي في ميليشيا الحشد أبو زينب اللامي، الذي كلف بمهمة سحق التظاهرات من قبل مجموعة قادة آخرين. وفي مسلسل الانتهاكات هذا لم تسلم وسائل الإعلام من حملة القمع الحكومية الميليشياوية
التي وجهت تهديدات صريحة بالتصفية الجسدية للصحفيين والاعتداء على مقرات بعض القنوات التي تقوم بتغطية التظاهرات. وتأتي تلك التهديدات من قبل عناصر ميليشيات تدين بالولاء لإيران في محاولة لإخضاع الإعلام ومنع وصول صوت المتظاهرين إلى العالم. وكان المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان قد عبر عن قلقه جراء ازدياد الانتهاكات والتهديدات التي تستهدف صحفيين ومدونين عراقيين على خلفية تغطيتهم الانتفاضة الشعبية. وفي ذات السياق كشف مرصد الحريات الصحفية في العراق عن حملة ملاحقات طالت عددا كبيرا من الصحفيين والناشطين على خلفية الانتفاضة التي يشهدها العراق. وهكذا تستمر كمية ونوعية الانتهاكات التي ترتكب في العراق ما لم تجد من ينصفها في عالم قل فيه العدل والإنصاف. أرحب بضيوفي في الاستوديو الأستاذ الفريق المتقاعد الأستاذ مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. مرحبا بك سيادة الفريق. أهلا وسهلا بكم. أرحب بضيفي عبر الهاتف من فيينا الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. أستاذ ضياء الشمري مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. أبدأ معك أستاذ مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. يعني ما جرى في العراق من استهداف للمتظاهرين وجرائم مرتكبة ضدهم من قتل عمد من على أسطح المباني تحدثت عنها وسائل إعلام دولية وعن ما جرى خلال هذه التظاهرات من انتهاكات لحقوق الإنسان، كيف تابعتم سيادة الفريق مأمون الخصاونة طريقة تعاطي وسائل الإعلام الدولية مع ما جرى في العراق من انتهاكات ضد المتظاهرين وخصوصا ما تحدث به تقرير وكالة رويترز؟ أولا شكرا على الاستضافة لنا، نتمنى لقناة الرافدين التقدم والازدهار. شكرا. وأيضا نتقدم للشعب العراقي العزيز علينا بأن ينهض مجددا بأحسن حال وبأفضل أحوال إن شاء الله. أما ما يعني بدر من أسئلة في موضوع المتظاهرين، فحقيقة هنا الموضوع ذات شقين، ذات الشق المتعلق بحقوق المتظاهرين والشق الآخر فيما تذكرته فيما يتعلق بوسائل الإعلام. فيما يتعلق بالشق الأول، حق التظاهر حق مشروع كفلته الدساتير بشكل عام ومن ضمنها أيضا الدستور العراقي، فللمتظاهر حرية التعبير وحرية التظاهر في حدود النظام العام وبعدم الإضرار بالممتلكات العامة، وهذا الحق حق طبيعي كما نشهده في جميع الدول في الموضوع. ما جرى من تظاهرات في العراق كانت معبرة عن غضب شعبي يعوز بسبب الفقر والجوع والبطالة وبالأحوال التي وصلت إليها الأحوال للمواطنين العراقيين بكافة أطيافهم وبكافة فئاتهم في الموضوع، فكان التعبير عن اجتياح لغضب معين مطالبا بتحسين الوضع المعيشي، مطالبا بتحسين الأحوال، مطالبا بتغيير الفساد بمكافحة الفساد بالشكل المطلوب لينتنعم الشعب العراقي بالخيارات التي تعم عليه من جراء الدخل الوطني للدولة العراقية من النفط وثروات وغيرها من ذلك. أما فيما يتعلق بالتظاهر فإن هناك حدود للتعامل مع التظاهر ضمن المعايير التشريعات الوطنية لكل دولة وضمن معايير حقوق الإنسان التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة وبالذات في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من العهدين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. هذه الحقوق كفلت للمواطن حرية التعبير وكفلت له حرية الرأي وكفلت له ممارسة حقه الطبيعي في التعبير في الموضوع، لكن ذلك ضمن التشريعات الوطنية مقرونا بضوابط معينة، لك حق التظاهر ضمن ضوابط معينة. وهنا الأجهزة الأمنية عندما تعالج مواضيع المتظاهرات والتظاهر فيجب
أن تعالجها ضمن الحدود الطبيعية التي تكفل الأمن والحماية للمتظاهر بالمقابل الحفاظ على الصالح العام والمطمئن. لكن لذلك هناك ضوابط معينة يجب أن لا تخرج عنها الجهات المسؤولة في التعامل مع المتظاهرين. من ذلك يعني أن تكون في حدود المعقول ضبط سير المظاهرة، بيان اتجاهاتها وكفالة حرية التعبير لها ضمن ضوابط، وعدم الإضرار بالمتظاهرين طالما لا يضر بالممتلكات العامة في الموضوع. الذي حدث في العراق حقيقة يعني شيء ملفت للانتباه في الموضوع، بأن المتظاهرين تعرضوا إلى إطلاق النار الحي بالرصاص الحي في الموضوع، وتعرضوا إلى عمليات قتل جماعية. يعني كما تحدثت وسائل الإعلام ناهز عدد المتوفين عن يمكن 100 قتيل أو من 300 يعني العدد بالضبط يعني ليس في جعبتي، بالإضافة إلى جرح آلاف المتظاهرين. لا يمكن أن تكون أن تتعامل السلطة العامة مع المظاهرات بهذا الشكل، لأننا هناك أصبحنا في وكأننا في حالة حرب بقتل الجموع المتظاهرة بدون أدنى ضوابط معينة. هذا حقيقة يعني أوضحته وسائل الإعلام، وبينت في بعض الصور المظاهر يعني القتل الغير مسبب والذي لا ليس له أي سبب في الموضوع. لكن حتى معالجة وسائل الإعلام لهذا الموضوع أنا يعني أعتبرها أنها أيضا لم تعبر عن الواقع الفعلي بالشكل المطلوب. يعني كانت أيضا يعني الوسائل الإعلامية لبعض الجهات لم تبرز هذه الحقائق بشكل الصحيح في هذا الموضوع. إذا أردتني أن أسأل أن أتابع في هذا الموضوع، طيب ما هو يعني الوضع يعني المسؤولية الجنائية أو المسؤولية الدولية في الموضوع؟ هنا حقيقة عندما في حالة المظاهرات في هذه الأمور، كما قلنا التشريعات الوطنية يجب أن تكفل حق حرية التعبير وأن تكفل حفظ النظام العام المسؤولية. لكن عندما يكون القتل مدبرا وعن سابق إصرار وتصميم، فهنا تصبح المسؤولية الجنائية على الأفراد الذين قاموا بهذه العمليات القتل مسؤولية جنائية مباشرة، تقتضي إحالتهم إلى التحقيق بداية ثم المحاكمة على ما ارتكبوه من أفعال جرمية. وبالتالي والدولة تصبح مسؤولة في هذه الحالة وبملاحقة المتسببين، وبالتالي أيضا حق الجبر والتعويض للفئات المتضررة من هذا الإجراء في الموضوع. أرحب بالأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ينضم معنا عبر الهاتف من فيينا. أستاذ ضياء الشمري مرحبا بك. أهلا أستاذ ضياء. يعني حق التظاهر كفلته كل الدساتير الدولية وحتى الدستور في الذي وضع في العراق بعد العام 2003. هناك الكثير من المعايير الدولية التي تطبق على نحو صحيح لضمان يعني أن تكون هذه التظاهرات والجهات الأمنية التي يعني متواجدة في نفس ساحات هذه التظاهرات مطبقة لكل المعايير الخاصة بحق التظاهر، يعني ضبط سير التظاهرة، كفالة حرية التعبير لها، عدم الإضرار بالمتظاهرين كما تحدث الأستاذ مامون الخصاونة الآن. يعني من وجهة نظرك يعني كل هذه التشريعات يعني سواء الدولية أو الموجودة الآن في العراق هي مقترنة بضوابط معينة، هل إلى أي مدى ترى أن الحكومة الآن يعني ومثل ما قال الأستاذ مامون هو القتل مدبر وتصبح المسؤولية الجنائية مباشرة تقع على عاتق القوات الأمنية وعلى القائد العام للقوات المسلحة، إلى أي مدى ترى أن ما جرى في العراق من جرائم ضد المتظاهرين هو خاضع للمعايير الدولية؟ تحياتي بالبداية لك وكل العاملين بقناة الرافدين.
حياكم الله. الأمر في الحقيقة ليست يختصر على الدساتير فقط، وإنما هنالك آليات للدساتير لحماية الدستور، حتى تحمي الدستور وحتى تحمي القانون الدولي للمتظاهرين والمتظاهرين من حق الشعب أنه يتظاهر ضد أي حدث يحدث غير مطابق للقوانين الدولية والأعراف الدولية. من حق الشعب أنه يطلع ويعبر عن رأيه بهذا الموضوع والموضوع الآخر. ولكن الحكومة العراقية، احنا نعلم أنه الشرطة وأجهزة الأمن والجيش هم واجبهم أن يحمون المتظاهرين، وقاعد يحدث بالوقت الحاضر بالعكس، هم يتربصون ويصطادون المتظاهرين. وهذه العملية هي عملية خرجت عن نطاق حقوق الإنسان، وخرجت عن حتى الاعترافات الدولية. قاعد نلاحظ أنه الاعترافات الدولية بالعراق كمؤسسة دولة لا توجد. هناك فشلت العراق بالوقت الحاضر بالمقعد مالتها في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهذا مقعد مهم جدا حتى العراق ممكن من خلاله أن يدافع عن كدولة أن يدافع عن ما يتهم به. هذا الحق فقد العراق. هل تعلم يا أخي أنه 5 دول كانت منافسة من 4 مقاعد، والعراق خسر هذا المقعد مقابر دولة استقلت عام 1986 هي جزر المارشال، وجزر المارشال اللي عدد نفوسها لا يتجاوز 60,000 نسمة. هل معقول أنه هذه الدولة العريقة، دولة العراق الكبيرة، تخسر أمام جزيرة؟ لأنه المجتمع الدولي يعلم جيدا أنه العراق خرج عن نطاق حقوق الإنسان، والجرائم الموجودة ليست بالوقت الحاضر، وإنما الجرائم الموجودة في السجون والتعذيب والمغيبين، هذا كلها تعتمد على التقارير الدولية والتقارير المنظمات الحقوقية عن العراق. العراق دولة حقيقة لا يمكن أن تسميها بدولة، لأن هي مجموعة عصابات تحكمها ميليشيات، وهذه الميليشيات تابعة إلى جهات معينة وتابعة إلى إيران. حقيقة كل ما يدور بالعراق، كل المسؤولين العراقيين بالوقت الحاضر هم تابعين إلى إيران بصيغة مباشرة، وليس إلا قاسم سليماني هو أكثر من الدكتور. نعم أستاذي، إذا سمحت لي، يعني أنتم في الدول الأوروبية، في أوروبا، في النمسا، في وزملاؤكم أيضا العراقيون هناك حصرا، وما والمتابعون أيضا لما يجري على الساحة العراقية من احتجاجات، وكذلك العرب ومشاهداتهم لما يجري في العراق، من محامين، من حقوقيين، من ناشطين هناك في أوروبا، كيف تجد أو كيف وجدتم هناك الصحافة الأوروبية، وسائل الإعلام الأوروبية، الشاشات المتلفزة، ما ينقله الغرب وما ينقله العالم هناك عن العراق، هل هو على المستوى المطلوب من نقل الصورة الحقيقية لما يجري هناك في العراق من انتهاكات وجرائم بحق المتظاهرين، ومن قنص لهم وقتل هذا العدد الكبير، أكثر من 300 إنسان عراقي مطالب بالحقوق وبتظاهرات سلمية؟ هذا قاعد يحدث هنا بالنمسا، والصحافة النمساوية قاعد تنقل الأخبار، والصحافة الأوروبية قاعد تنقل الأخبار بما يحدث بالعراق. بس أول دولة اللي هي عدم اعترافها بالمحاكم بالقضاء العراقي هي النمسا، رفعت اعترافها لعدم شرعية القضاء وتسييس القضاء وتغيب القضاء في بعض الأحيان في العراق. لهذا السبب أي محكوم في العراق لا يمكن أن يحكم في أوروبا، لأن القضاء بالعراق مسيس، والقضاء بالعراق مغيب، والقضاء بالعراق مرتشي لهذه الأسباب. أما ما يحدث هنا وما يعلمون به الاتحاد الأوروبي خاصة، أنه ما يحدث بالعراق حقيقة جريمة، ويقولون هذه جريمة. لكن نحن نعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية
هي ملتزمة زمام الأمور بالعراق، وهي تنظر للعراق وتقول وتدعي أنه العراق بلدا ديمقراطيا، بلدا تعدد فيها تعدد الأحزاب. هذه الآراء بالوقت الحاضر اللي كانت تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية عن العراق سقطت قبل يومين وثلاثة حينما سحب المقعد العراق في الأمم المتحدة لحق الحقوق، لأنه العراق لا يمكن أنه يستبدل. ابقى معي أستاذ ضياء شمري لو سمحت بالانتقال إلى الأستاذ مأمون الخصاونة ضيفي في الأستوديو بالحديث أستاذ مأمون عن القضاء في العراق. يعني هناك الكثير من يعني المواضيع بشأن القضاء وإلى أي مدى هو مسيس في العراق. كيف تنظر إلى المنظومة السياسية من بعد العام 2003 من احتلال العراق وحتى الآن من حيث خاصية هذا القضاء و ما مدى تحقيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان فيه؟ يا سيدي الكريم، عندما يعني احتل العراق وجاء البريمر ووضع الدستور تبعه، اعتمد في الدرجة الأولى على عنصر الطائفية والعنصرية في الموضوع، وهذا هو الذي أوقع العراق في مشاكل ومآزق عديدة جرت عليه الفساد وجرت عليه المشاكل في إيقاع الفتنة ما بين طوائف الشعبية الطوائف في العراق. أيضا هذا تبع نظام المحاصصة في التعيينات وتبع نظام التعيينات التي لا تعبر عن كفاءات معينة، وهذا يخلق مشكلة في القضاء. القضاء بشكل عام يفترض أن يضم عناصر كفؤة، أن يتم عناصر متخصصة في القانون، وأن تكون تضمن لها ضمن معايير الدستورية الاستقلالية والنزاهة والشفافية في عملها. عندما يتم التعيين خارج إطار هذا النطاق، فأنت هنا بالتالي فأفقدت القضاء نزاهته وأفقدت شفافيته، وبالتالي أصبح محكوما بقراراته للجهات التي قامت بتعيينه بحكم المنفعة المتبادلة وبحكم المصالح المتبادلة في الموضوع وبنظام المحاصصة. فمن هنا لا يمكن، فقدنا عدالة القضاء والذي يعني ضمن الظروف التي جاءت في التعيين بالنسبة لهذه الأجهزة. ولذلك هذا مشكلة كبيرة جدا. عندما نفتقد العدالة، إذن أين الحقوق للمواطنين؟ أين الحق للشعب في أخذ حقوقه الطبيعية في المحاكمة العادلة التي تضمن الشفافية في الموضوع؟ هذا من ضمن المشاكل التي أوقعت القهر على بعض الفئات الشعبية، ومن ضمنها بإيقاع الظلم على بعض الفئات في عدم تحصيل حقوقها الطبيعية في الموضوع. وهذا كله نتاج طبيعي، لأنه نفتقد أساسا إلى الوضع الديمقراطي المؤمن. ما يقال عن انتخابات ديمقراطية، أين الانتخابات الديمقراطية عندما تكون ضمن فئات المحاصصة؟ وعندما الحكومة العراقية لغاية الآن لم يكتمل تشكيلها، لو أن النظام الديمقراطي معبر عن واقع حقيقي لما وصلنا إلى مثل هذه النتيجة حقيقة. طيب، العالم طبعا العراق هو أحد الموقعين على المواثيق. ولو سمحت لي، يعني بعدين زي ما تفضل الأستاذ ضياء، أليس من المهزلة يعني هذا يعني وصمة يعني جميل أن يخرج العراق من مجلس حقوق الإنسان مقابل زي كما ذكر من دولة خلنا نسميها جمهوريات الموز اللي بنسميها. إذن يعني كيف العراق بإمكانياته وبشعبه وبقوته يخرج من مجلس حقوق الإنسان؟ لأنه وضع طبيعي، لا ضمن الانتهاكات الجسيمة للحريات ولحقوق الإنسان. هناك سؤال وأصبحت هذه وصمة سمعة تصم في الأوساط الدولية، وهذا شأن يعني أمر يعني خطير حقيقة بالنسبة لنا في هذا الموضوع. من ثم يتساءل الآن، يعني أدرك العالم أو المجتمع الدولي أو مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة أن العراق لا يطبق فيه معايير حقوق الإنسان، فاكتشف ذلك مؤخرا، فأدى بالتالي إلى إلغاء مقعده في مجلس حقوق الإنسان بعد 17 سنة من الانتهاكات منذ احتلاله. لماذا؟ يا سيدي الكريم، يعني من مفارقات يعني في الموضوع زي ما تفضلت أنا في البداية وزي ما تفضل الضيف الكريم الآخر،
أن عقب إنشاء الأمم المتحدة وبيان التأكيد على حقوق الإنسان ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من معاهدات أخرى في الموضوع، هذا أصبح رتب يعني نتيجة طبيعية أن بعض الدول صادقت. طبعا الإعلان العالمي مثل كل تقريبا معظم الدول قامت فيه. نعم. ومن المفارقات العجيبة أن فيما يتعلق أيضا من جراء هذه الاتفاقات اتفاقية الاختفاء القسري اللي عملت من الأمم المتحدة عام 2006 ثم أصبحت نافذة المفعول في عام 2010 بمصادقة من؟ مصادقة العراق باعتباره الدولة 20 الذي صادق على هذه الاتفاقية، يصادق على اتفاقية الاختفاء القسري حماية الأشخاص من الاختفاء القسري. المدلول التطبيقي والعملي، طبعا هناك اتفاقية مناهضة التعذيب أيضا شايف الموضوع. الآلية الطبيعية للدول عندما تصادق على معاهدات دولية أن تلتزم بما ورد بها وأن تتوافق تشريعاتها الوطنية بما يتلائم مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات التي التزمت بها. العراق هو الدولة العربية الوحيدة التي صادق على الاختفاء حماية الاختفاء القسري، وبالتالي كان يجب أن يحمي الأشخاص ضمن مدلول هذه الاتفاقية التي نصت على أن هذه الجريمة تعتبر جريمة ضد الإنسانية في حالة ارتكابها. وهذا عندما نقول جريمة ضد الإنسانية هنا تكتمل مع نظام روما الأساسي لعام الأنشأ المحكمة الجنائية الدولية والمنصوص عليها في المادة 7 من نظام روما الأساسي، وبالتالي الملاحقة الجنائية الدولية في عدم إذا كان لم تتم الملاحقة. أيضا لابد من النص على هذه الجريمة في داخل الاتفاق في داخل التشريعات الوطنية وملاحقة المتسببين، أهم شيء ملاحقة المتسببين في هذا الموضوع، وأيضا بيان سجلات خاصة بالبيانات في الموضوع للمختفين، بيان العائلات أن تكون على علم بأهاليه بمن الأشخاص اللي فقدوهم في هذا الموضوع. مع ذلك كله نجد أن هذه الاتفاقية التي صادقت عليها لم تلتزم العراق بأي نص من هذه النصوص أو بمتابعة، بالعكس تقرير اللجنة المنبثقة عن هذا للأمم المتحدة المنبثقة عن هذه الاتفاقية أشارت إلى نقاط عديدة في عدم التزام العراق بهذه الاتفاقية، وهذا بالتالي يعني زاد الطين بلة. يعني أنا يعني كنت أمام خيار عدم مصادقة أصلا، فكيف أصادق وأنتهك؟ فوقس علي أيضا في اتفاقية يعني ما أيضا ما تبعه من مناهضة التعذيب بالاتفاقية. صحيح هو لم تصادق عليها، لكن هذه جزء من الشغلات الأساسية لحقوق الإنسان في الإعلان العالمي ومواثيق الأمم المتحدة وغيره. فهذه كلها ظواهر، هناك ظواهر تسجيل للتعذيب، في ظواهر وحالات مسجلة باختفاء قسري. تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أحد تقاريره أشار إلى أن الحالات المفقودين والمختفين يصل ما بين 250 ألف إلى مليون شخص في العراق. نعم. وهذا حالة يعني من الحالات، هذا ما جاء في تقرير لمفوضية حقوق الإنسان. نعم. وأيضا مفوضية حتى مفوضية حقوق الإنسان والمنشأة من بالعراق نفسه أيضا أشارت إلى ملاحظات عديدة في الانتهاكات في الموضوع. وعندما هناك نجمة انتهاكات، إذن ما هو بالنتيجة الرد الطبيعي؟ الرد الطبيعي أن تعالج هذه الانتهاكات، لكن عندما لا تجد معالجة لديها وتجد التقصير والإهمال في عدم المتابعة، إذن أنت تفقد احترامك أمام الدول الأخرى في عدم التزامك بهذه المواثيق. نعم. أستاذ ضياء الشمري، استمعت إلى ما تفضل به الأستاذ معمون الخصاونة. يعني العراق أو الحكومات موقعة على الكثير من المواثيق، لا سيما بعد 2003، وخصوصا يعني حماية الأشخاص من التغييب القسري وغيرها من المواثيق الدولية كالتجنب وتجنيد الأطفال في المعارك وغيرها. يعني ولكن ليس هناك التزام بكل هذه المواثيق. حديثنا كان منطلقه عن فقد العراق ما قعده في مجلس الأمن الدولي نتيجة الانتهاكات التي
ترتكب ضد الإنسان العراقي أو ضد حقوق الإنسان في العراق. يعني بالحديث عن القضاء في العراق بعد مرور أعوام من اختطاف المواطنين العراقيين على أساس طائفي، مجلس القضاء في العراق أصدر بيانا يصنف المخفيين قسريا في العراق ما بين هاربين أو إرهابيين أو متوفين. كيف تابعت ما جاء في هذا البيان؟ حقيقة هذا البيان يعني لا ليس له أي علاقة بالحقيقة. المغيبين هم ناس من أبناء الشعب العراقي، وهم ناس عاديين، قسم يعني لربما يكونون في النظام السابق، كانت عندهم مهن أو وظائف في النظام السابق، والبعض الكثير من عندهم ليست لهم علاقة بالنظام السابق إطلاقا وغيبوا، ومن ضمنهم أنا واحد من عندهم، أخي غيب بهذه الفترة ولحد الآن نبحث عنه ولا نجد له أي أثر، لا من الحكومة ولا من الجهات الأمنية أو الشرطة الموجودة في العراق، وهو في الكرادة، يعني اختطف في الكرادة ومن البيت مالته. هذه العمليات لانتهاك حقوق الإنسان بالعراق تبررها الحكومة بهذه التبريرات، انه هذول حاربين او كذا، يعني لعدة اسباب تدعي ادعاءات، وهذه الادعاءات كل منظمات الحقوقية تعلم جيدا انه هذه الادعاءات اغلبها باطلة وليس لها صحة على ارض الواقع. احنا نتكلم، يقولون عندهم نظام ديمقراطي وتعددي، اذا كان نظام ديمقراطي وتعددي المفروض تكون هنالك آليات لحماية هذا النظام. بالعراق لا توجد، هناك ميليشيات الذي تحمي الموظفين او ذول المستخدمين الموجودين في العراق، الوزراء وكلهم عملاء لجهات أجنبية. حقيقة ما يوجد بالعراق لا يمكن أن نقول عليه أنه هذه الحكومة، بالإضافة إلى التعذيب اللي موجود في العراق لحماية، إذا كانت العراق موقع على معاهدات مناهضة للتعذيب، إذا المفروض تكون هنالك آليات، الآليات هي تحمي الموجودين في السجن. بالعراق بالعكس، لا تزوره إلى فترة طويلة، وكل الأنظمة اللي نعرفها حتى بالقانون والدستور العراقي هو خلال 48 ساعة ممكن تحتجزه وبعدين تطلق سراحه. بالعراق يحتجزون لحد الآن من 2003 ولا يحالون حتى على المحاكم، لا توجد عليهم أي تهمة قانونية، ولحد هذه اللحظة قاعد يحتقلون بالوقت الحاضر في المناطق الجنوبية في وسط وجنوب العراق من المتظاهرين الناشطين في المظاهرات، ولا تعلم بها أهاليهم، ولم يعلم بها أي واحد من الدولة، حتى الدولة لا تعلم من يختطف هؤلاء، من المسؤول عن ارتكاب هذه الجرائم. هذه الأشخاص، لماذا الآن في هذا التوقيت أصبح يعني عمل مجلس القضاء أنه يصدر بيانا عن يا ترى إن كان هناك مخفيين قسريا أم لا، وتصنيفهم بعد ذلك أنهم يا إما إرهابيين يا إما هاربين يا إما متوفين، لماذا الآن؟ ما دلالات التوقيت هذا الكلام وهذا البيان؟ هذه كل الأنظمة الشمولية تدعي هذه الادعاءات. لو تلاحظ هذه ليست في العراق، تحدث في كل المناطق، يقولون هذا إرهابي، هذا كذا، هذا مجرم، هذا قاتل، هذا هارب عن وجه العدالة. إذا تيجي تحقق بالأمر، لم يكون هذا الشخص الذي هارب هو هارب عن وجه العدالة، وإنما الميليشيات الموجودة في العراق وحتى الشرطة والأمن هي مسؤولة عن اختطاف الناس وتختطف الناس في المناطق اللي هي موجود فيها نقاط تفتيش، يأخذون الشخص، وهذه تحدث بالعراق هسه في الوقت الحاضر. وإحنا هذا وكيل محافظ النجف اليوم يصرح انه دول يعني يشتم بهم، نلعن كذا وكذا، نلعن ابوهم وامهم ما اعرف ايش. نعم. هذا محافظ، وكيل محافظ يتكلم بهذه اللغه على المتظاهرين. نعم. لحد الان لم تحدث المظاهرات. نعم. لحد الان لم تبدا المظاهرات، لان هي المظاهرات يوم 25 اعلنت عنها. نعم. سنتحدث استاذ ضياء عن موضوع التظاهرات والمعلومات التي تتسرب عما يتم التحضير له حكوميا و ميليشياتيا في العراق لمواجهة هذه التظاهرات السلمية.
أستاذ مأمون، يعني لماذا تزدهر صناعة تقزيم الجرائم أو تقزيم الانتهاكات في العراق على لسان المسؤولين الحكوميين؟ سيدي، أولا يعني اللي تفضلت فيه في كل بداية الحلقة عن موضوع المختفيين والمتغيئة والتغييب القسري وقتل المتظاهرين وإلى آخره، الإجراء اللي كان ممكن يكون طبيعي في هذا الموضوع أن تكون هناك لجان متخصصة محايدة نزيهة تقوم بالتقصي وبيان هذه الحالات وإعطاء للعالم نظرة على أن هذه الأمور على هذه الأشخاص بأنه تم المحاسبة إذا ثبت وبيان هذه الحالات كلها. المشكلة أستاذ مأمون أن هذه اللجان تشكل فعلا، نعم، إحنا لا نريد لجان صورية، نريد لجان حقيقية، يعني نريد بيان الحالات فعلا أن هناك حالات اختفاء قسري وتم معالجتها وتم بيانتها، أو حالات السجلات هذه كلها لم ترجع. إذن هذا يرتب كما ذكرت لك أنه ملاحقة مسؤولية دولية في هذا الموضوع. هاي المسؤولية الدولية من ضمن ميثاق الأمم المتحدة، ضمن مجلس حقوق الإنسان، ضمن الاتفاقية نفسها الدولية في حماية الأشخاص اللي مصادق عليها العراق في هذا الموضوع. تملك اللجنة المشكلة في هذه الاتفاقية لجنة التقصي والتدقيق ومثل هذه الحالات، لكن هذا اللجنة لا يوجد تعاون حقيقي ما بين يعني من قبل العراق معها في هذا الموضوع، وبالتالي لا يوجد هناك، يعني لم نسمع لغاية الآن أين حالات الجبر والتعويض لأهل المتضررين من هذا الموضوع، ما في، بينما هذا يعني يلزم بالاتفاقيات كلها المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بجبر الضرر وبالتعويض. أين وجود المستشارين القانونيين الذين لهم علاقة بهؤلاء الأشخاص؟ يوجد. أين الاتصال من قبل العائلات مع هذه مع هذه الأشخاص المتضررين؟ لا يوجد توثيق لحالات معينة أشهرت للإعلام لهذا البيان. الحكومة كان يمكن أن تكون يعني تمارس حقها الطبيعي وتتصرف بشفافية وتعلن مثل هذه الحالات للالتزام بالمواثيق الدولية والاحترام بالنسبة لها في هذا الموضوع، لكن سكوتها في هذا الموضوع وعدم بيان هذه الحالات يشكل انتهاك بالنسبة للمواثيق الدولية اللي موقع ومصادقة عليها في هذا الموضوع، وهذا فعلا بالنتيجة يشكل أزمة في الموضوع. نعم، فيما يخص التدخل الإيراني أستاذ مأمون الخصاونة، يعني العراق هو عضو في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، يعني كيف يمكن للتدخل الإيراني أن يصل إلى هذا الحد في العراق وليس هناك من رادع لوقف أو الحد من هذا النفوذ الإيراني؟ كما تبعتم وكما غطت وسائل الإعلام أيضا الدولية ما جرى في العراق، هناك أيضا أدلة على أن عناصر في الحرس الثوري الإيراني متورطون في قنص متظاهرين عراقيين سلميين من أعلى المباني. يعني القانون الدولي كيف ينظر بشكل عام إلى ما يجري في العراق من حيث التدخل الإيراني؟ سيدي، هذا يعني موضوع التدخل من قوى خارجية في داخل دولة معينة هو عبارة عن انتقاص لسيادة هذه الدولة، يعني وبالتالي تكون الدولة عبارة عن مشولة الإرادة ومنقوصة السيادة، وهذا تدخل في شؤونها الداخلية. على الحكومة اللي موجودة أن تحافظ على سيادتها واستقلالها، لكن عندما تقبل بالتدخل وتقبل بهذا النفوذ من هذه القوى فهذا يعني يعطي نوع من التبعية، يعطي نوع من التبعية بالنسبة إلها، وهذا طبعا نصبح لسنا أمام حالة دولة مستقلة. كيف يمكن أستاذ مأمون أن يعترف المجتمع الدولي بحكومة يعني لا تمثل الشعب من خلال انتخابات فاشلة، انتخابات يعني فشلت لم يشارك فيها سوى 20% من الشعب؟ يعني هل هذه الحكومة من وجهة نظركم تمثل الشعب؟ كيف أن يكون لها تمثيل الشعب وهي أساسا حكومة قائمة على المحاصصة؟
يعني القانون الدولي يعني ما بتعرضش بشكل تفصيلي لهذا الموضوع. العراق دولة عضو في مجلس الأمم المتحدة، لها يعني امتيازاتها كاملة كدولة العراق بغض النظر عن أوضاعها الداخلية. الموضوع مش بس موضوع العراق، أي دولة فيها اضطرابات أو عدم استقلالية أو عدم تبعية، الميثاق الأمم المتحدة لا يتدخل في مثل هذه الحالة. إحنا بنكون أمام دولة، إلا إذا أصبحت هناك في قوة احتلال مباشر لهذه الدولة وأصبحت مسؤولة عنها، أصبحت مسؤولة. لكن إحنا بغض النظر عن صفة من هو موجود، فهذه أمام المنظور الدولي هي دولة بمنظور شرعي، لا يعني لا ليس هناك يعني منظور آخر في الدولة في المنظور الدولي للتعامل ضمن هذا السياق. طيب أستاذ ضياء الشمري، بالتحضير للتظاهرات القادمة، التظاهرات متوقع لها أن تكون تظاهرات قوية وانتفاضة قوية أقوى من السابق، وهي على مبادئها وأهدافها الغاية والهدف الرئيس هو إسقاط العملية السياسية مثلما ينادي ويطالب المتظاهرون. هناك بعض المعلومات المتسربة من بعض المصادر تتحدث عن أن هناك تحضيرات ربما حكومية أمنية ميليشياوية من أجل يعني ضرب التظاهرات من الداخل عن طريق استخدام الآلة أو الماكينة الإعلامية الحكومية بالتحريض الطائفي. يعني إلى أي مدى تتوقع فعلا أن يحدث مثل هذا الأمر؟ وأنتم هناك يعني في منظمتكم، يعني هل هناك استعدادات لمثل هكذا أمور ربما تحدث وتستهدف المتظاهرين السلميين؟ احنا سمعنا الاخر شيء الهتافات اللي موجوده بالوقت الحاضر في كربلاء، اللي يقولون احنا سنه وشيعه هذا الوطن منبعه. اذا هذه الادعاءات الطائفيه اللي كانوا كل هذه الفتره طيله 16 سنه يعني مبرمجين عليها ويستثمروها ضد ابناء الشعب العراقي بشماله الى جنوبه، هذه العمليه فقط، هاي وحده. الشيء الثاني، احنا نخاف من الميليشيات الإيرانية التي أتت للعراق، وهم قالوا حدود 7500 واحد مجرم قتلة دخلوا إلى العراق. هذه 7500 شخص اللي دخلوا إلى العراق بحجة زيارة الأربعين، أنا أقول لهم ليس لهم علاقة بالأربعين، ليس علاقة بالحسين، وليس علاقة لهم بأي من هذه المبادئ اللي هم قاعد يستثمروها لصالح البرنامج مالهم السياسي، لصالح البرنامج الطائفي، لصالح البرنامج الفارسي القومي الفارسي المتشدد. أخي أكو ثقافتين موجودة في هذه المنطقة، الثقافة العربية والتراث العربي واللغة العربية. لا يمكن أنه إيران تبقى مكتوفة الأيدي والعراق ضعيف لحد هذه اللحظة، ضعيف إلى درجة لا يمكن أن يحرك ساكن. وأتت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الدستور، دستور بريمر، لحماية مقاعد هؤلاء المجرمين وسراق. حقيقة الأمر الواقع بالوقت الحاضر، المتظاهرين واعين، والمتظاهرين يعني أخذوا كل الحذر والاحتياط من القناصة والقتل، ولحد الآن إحنا قاعد نسمع هنا وهناك انه دخل هذا بحزام متفجر ويطلع انه ايراني، ودخلوا مخدرات حتى يتهمون المتظاهرين ذولا من جماعه المخدرات. المتظاهرين واعين والشعب العراقي واعي، واحنا نامل من الشعب العراقي الموجودين في هذه الساحات وساحات التظاهر راح يكونون فيها وعيهم حقيقه اكثر من وعي اي شخص اخر سياسي موجود في هذه الحكومه. هذه الحكومه لا تملك فقط الحمايه من ايران والميليشيات الإيرانية، الحرس الثوري الإيراني. أنا سمعت خبر من إحدى السياسيين العراقيين يقول التمويل الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الإيراني من ميزانية العراق، يعني هاي طامة كبرى، يأتون يقتلونا بفلوسنا، يعني هاي مشكلة كبيرة. يعني الحكومة العراقية أخي سقطت كل ما هو قيمة وهيبة للدولة، سقط مقابل هذه الحكومة بالوقت الحاضر من نور المالكي ولحد هذه اللحظة.
كل ما كان له هيبة العراق كدولة سقطوه. في العالم لا يوجد لا يحترم العراق في المحافل الدولية. هل نرى أنه في العراق يكون محافل دولية يحضر فيها العراق؟ أبدا، هذا الشيء لا يوجد. الولايات المتحدة أرادت أن تحسن شكل العراق وتحسن السياسيين العراق، بس لم تفلح بذلك، لأنه دول السياسيين الموجودين في العراق دول ليست بسياسيين، دول مجموعة مجاميع يملكون عصابات في العراق، كل واحد منهم يملك عصابة ويملك مجموعة إرهابية تقتل وتذبح بالناس. أستاذي، ما هي أساليبكم في التوثيق لما يجري من جرائم وانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين في العراق؟ عندنا صور مثبتة من كل العمليات الإجرامية وكلام ما هم ادعوا من الحكومة العراقية، كل هذه الأشياء مثبتة وستطلع لاحقا. العمليات الإجرامية لانتهاكات لحقوق الإنسان، أنا أقولها وكل مرة أقولها، لا يمكن أن تسقط بالقدم ولا يمكن أن يعفى عنها شخص، لأنه الانتهاكات لحقوق الإنسان مثبتة دوليا وبقرارات دولية عليا من سنة 1947 ولحد هذه اللحظة، حتى مطالبة في هذه اللحظة واللحظات الأخرى. وقلت أنه المرتكب الجريمة والذي أمره كلهم يحاسبون، حتى الدولة اللي كان متسلطين فيها يحاسبون. يعني عادل عبد المهدي لا يبرأ أبدا، لأن هو جزء من هذه العملية وجزء من العمليات الإجرامية بقتل العراقيين اللي صعد حدودهم 3320 شخص عراقي، قتلوا القتلى والجرحى عددهم بالآلاف. هذا لا يبرأ عادل عبد المهدي، وعادل عبد المهدي سيلاحق في كل دول العالم. أستاذ مأمون، إلى أي مدى يعني بالإمكان ملاحقة من تسبب بارتكاب جرائم ضد العراقيين وملاحقته وتسليمه للمحاكم الدولية من مسؤولين حكوميين أو من تابعيهم؟ سيدي، يعني الملاحقة الدولية تتم ضمن أحكام نظام روما الأساسي بالمحكمة الجنائية الدولية، اللي بتعاقب على الجرائم من اختصاصها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. هنا يعني يدخل الموضوع في التعامل في الداخل، فيما إذا هناك أشخاص ارتكبوا إحدى هذه الجرائم والتي تعنينا هي ضمن شقين جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، إذا ثبت مثل هذه الحالة وتم عدو ولم يلاحق هؤلاء ضمن أحكام التشريع الوطني أو القضاء الوطني، فيتم طبعا معاقبتهم أمام المحاكم الجنائية، أمام المحكمة الجنائية الدولية. لكن هذا مرهون بعوامل عديدة، عوامل من الذي يحيل مثل هذه الجرائم إلى المحكمة، اللي بيحيلها طبعا إما المدعي العام وإما مجلس الأمن وإما إحدى لماذا لم نرى الدول المصادقة على نظام روما الأساسي. لذلك أنت هنا لا تجد ملاحقة دولية حقيقية على مثل هذه الجرائم. يعني للأسف المحكمة الجنائية الدولية كل الملاحقات اللي تمت يمكن من دول لدول، لبعض الحالات في يمكن عندها 13 أو 14 حالة، معظمها اللي حالات في أفريقيا. لماذا تمت؟ لم نرى في العراق ذلك؟ نعم، لماذا لم نرى في العراق ذلك؟ لأنه لا توجد السلطة التي تحيل. يعني العراق ليس مصادق على نظام روما الأساسي في الموضوع، وأيضا لا يوجد قرار، لا مجلس الأمن يملك بحكم اختصاصه بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين إحالة أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولم يمارس هذا الاختصاص في هذا الموضوع. لكن النقطة المهمة في هذه الجرائم، قلت يعني أن هذه الجرائم تختلف عن الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم مهما جرى الزمن عليها، وأيضا يعاقب سواء الفاعل أو المتدخل أو الشريك بذات العقوبة في هذا الموضوع أو المحرض. فإذا هنا يعني نجد تشديد في الأحكام العقابية في الملاحقة الدولية. لكن هذا فيه تطرق الأستاذ ديال لنقطة مهمة جدا، حتى يعني بغض النظر الآن تمت الملاحقة أو لا، المهم في الموضوع آليات التوثيق. يعني أنا حتى يتقدم هذا الملف في وقت لاحق أو فيما بعد أو إذا تهيأت الظروف أو وجدت الفرصة المناسبة، إذا لم يكن لدي الملف المتكامل والموثق
بهذه الحالة بكون موقفي ضعيف في هذا الموضوع. لذلك على هذه الجهات بغض النظر تمت الملاحقة أو لا أن توثق كل حالة انتهاك بملفات قضائية قانونية ضمن مستشار قانوني يكون يطلع على مثل هذه الملفات وتكون موثقة لتقديمها عندما يحين الوقت لذلك. في ختام هذه الحلقة شكرا جزيلا لضيفي في الاستوديو الفريق المتقاعد الأستاذ مأمون الخصاوي رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي. شكرا لكم وشكرا للقناة. شكرا على الاستضافة. أتمنى للقناة هذه المزيد من التقدم والازدهار، ونتمنى لشعبنا العراقي الشقيق أن كل التقدم، وأن يعني أن يكون له أن يكون العون معه في بعثه من جديد ونهضته إن شاء الله، وأن يعود العراق كما عرفناه مستقبلا عراقا مزدهرا قويا درعا أمينا لأمتنا العربية بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك أستاذ مأمون الخصاونة، والشكر أيضا للأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. في ختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.